مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه 3 Steps Above Heaven. الفيلم بيبدأ مع شاب جريء اسمه هوجو، بيبقى ماشي بالموتوسيكل بتاعه وسط العربيات لحد ما بيلاقي بنت جميلة راكبة عربية مع عيلتها ورايحة المدرسة. فبيحاول هوجو يلفت انتباهها لكنها مش بتديله اهتمام وبتعتبره شخص بيعاكس. بتروح البنت دي لمدرستها وبنعرف ان اسمها بابي، ولما بتدخل الفصل بيكون عندهم امتحان ترجمة، فبتختار المدرسة كم بنت عشان تختبرهم على السبورة، وبيبقى منهم واحدة اسمها كاتينا، ودي تبقى صديقة بابي المفضلة، وبتقول لها انها مش مذاكرة كويس، فبتقرر بابي تغششها بالتليفون، بس المدرسة بتاخد بالها من اللي بيحصل، وبيتحطوا هما الاتنين في موقف محرج، بتعتذر كاتينا لصاحبتها، وطبعا ما بتبقاش زعلانة منها. بنرجع لهوجو وبنشوفه مع صحابه المجانين اللي بيتجمعوا عشان يتحدوا بعض تحديات مجنونة، وفي نفس الوقت بتبقى بابي بتجهز مع أختها الصغيرة عشان يروحوا حفلة سوا. بنشوف هوجو وسط أصحابه بيبان إنه مسيطر في كل مكان بيروحه، ولما بيخلص التحديات المجنونة بتاعته بياخد صحابه بيروح لحفلة عشان يكملوا سهرتهم. بيوصل هوجو مع أصحابه وبتطلع دي نفس الحفلة اللي فيها بابي، ولما بيوصلوا بيقلبوا الجو خالص وبيخلوا المكان فوضوي على الآخر. بيشوف هوجو بابي وبيروح يتكلم معاها، فبتفتكره وبتفضل تتجاهله، بس هو مش بيستسلم وبيفضل يسخف عليها لحد ما بتدلق العصير في وشه، وبيبقى ما صدق انها عملت حاجة فبيشيلها على كتفه وبيرميها في حمام السباحة. بيجي صاحبه بيقول له يلا نهرب عشان في حد بلغ البوليس، فبيطلع وبياخد صحابه وبيمشوا، وبتكون بابي في الوقت ده مع حبيبها بعربيته، وبتقول له انت ليه ما عملتش حاجة لما الناس دي جات وبوظت الحفلة؟ فبيقول لها كل ده من تخطيطي اصلا، دول صحابي وانا اللي جايبهم عشان اخد كنبة وحدنا. وبعدها بثواني بتكتشف انه بيكذب، لان هوجو واصحابه بيلحقوه بالموتوسيكلات وبيبوظوا عربيته، وبيوقفوا هوجو وبيضربوا بسبب انه بلغ عنهم. ولما بتحاول بابي تدافع عن حبيبها بيسيبها وبيهرب بعربيته، فبيقول لها هوجو اسيبك انا بقى عشان ما ضايقكيش، وبتدرك انه لو ماشي مش هتعرف ترجع البيت، فبتطلب منه يوصلها. ولما بيرجعها البيت بتقابل والدتها اللي بتتعصب لما بتشوف بنتها جايه مع شاب زي ده على موتوسيكل، وبتحكي لها اختها ان هوجو شاب مختلف وكل البنات نفسها تصاحبه، وان اصحابه بيندهوله باتش، وده لانه عاوز ينسى اسمه بسبب ذكريات مؤلمه حصلت له. تاني يوم بيروح مع صاحبه باولو اللي بيستنى بنت تعرف عليها عشان يخرجوا سوا، فبيكتشف ان البنت دي تبقى كاتينا صديقه بابي، وبيفضل هوجو يرخم عليها لحد ما بتسيبهم وبتمشي. ولما بيرجع البيت بيبقى قاعد مع والده، وبنشوف ان علاقتهم متوتره جدا، فبيدخل اوضته وبيفتكر ذكريات زمان ايام ما كان شاب طبيعي مهتم بدراسته، قبل ما يكتشف ان والدته في علاقه مع شخص تاني، ولما ضرب هوجو الشخص ده رفع عليه قضيه ووالدته شهدت ضده، ومن ساعتها وهو بقى بالشكل اللي هو عليه دلوقتي. تاني يوم بتقابل بابي صاحبتها وبتقول لها انها هتروح مع حبيبها للسباق، وهتعرف عيلتها انها بايتة عندها وبتطلب منها تكذب عشانها. وبالليل بتلاقي بابي تليفونها بيرن، وبتطلع والدة كاتينا عاوزة تطمن عليها لأن تليفونها مقفول، فبتقول لها بابي إن كاتينا نايمة، وبتقفل معاها بسرعة وبتروح لمكان السباق عشان تعرف صاحبتها. ولما بتوصل بتلاقي المكان غريب ومش شبهها خالص، وأول ما بتشوف صاحبتها بتجري عليها وبتقول لها اللي حصل. بيقطعها هوجو بيحاول يلفت انتباهها كالعادة لكنها بتصده برضه. بيروح هوجو عشان يسابق مع باقي الناس، وبتركب بابي ورا شخص تاني علشان تستفزه. بيبدأ السباق وبتبقى مرعوبة، وفجأة بتلاقي موتوسيكل اتقلب والناس اللي فيه اتصابوا، فبتجري عليهم بسرعة عشان تلحقهم، بس بتوصل للشرطة في الوقت ده وبيبقى لازم يهربوا، فبياخدها هوجو على الموتوسيكل بتاعه وبيهربوا من المكان بسرعة، بس للأسف بتقدر الشرطة تصورهم وبيظهر وشها في الصورة. بيبعدوا عن مكان الشرطة وبتشكره بابي إنه ساعدها، ولما بيوصلها البيت ما بتقدرش تفضل مخبية إنها معجبة بيه، وبيقول لها بكرة هكلمك عشان نتقابل. وتاني يوم بيلاقي هوجو ان صورتهم في الجرايد، فبياخد صورة كبيرة وبيدخل بيت بابي من الشباك وبيعلقها على السقف، واول ما بتشوفها بابي بتبقى مبسوطة وبتحس ان حياتها بدأت تتغير. بيتقابلوا بعد كده في حفلة وبيقضوا وقت جميل مع بعض، ولما بترجع بابي البيت بتلاقي والدتها قاعدة مستنياها، وبتفضل تزعق لها على تصرفاتها وبتقول لها تبعد عن هوجو والا هتتعاقب، ولما بترد بابي باسلوب وحش بتضربها والدتها، وكمان بتطلب من جوزها يتكلم مع هوجو عشان يبعدوا عن بنتهم. بتدخل بابي اوضتها وبتلاقي هوجو بيتصل بيها بيقول لها انه عاوز يشوفها بكره، فبتقول له استناني قدام باب المدرسه ونقضي اليوم مع بعض، وفعلا بيتقابلوا وبياخدها على موتوسيكل، لكن بتشوفهم المدرسه بتاعتها وبيبقى واضح ان في مشكله هتحصل. بيروحوا مع بعض عشان يقضوا يومهم، وفي الطريق بيقابل هوجو والدته وبتبقى مع عاشقها اللي فضلته على ابنها، وبيبدأ هوجو يفتكر اللي حصل وبيبقى متعصب جدا وبيسوق وهو مش حاسس بنفسه، لحد ما بيقف في مكان وبينزل يكسر كل حاجة حواليه،
ولما بيعرف بابي قصة والدته بتقرب منه عشان تحضنه وبتخفف عنه، وبيكملوا يومهم بعدها مستمتعين مع بعض. ولما بترجع البيت بتلاقي والدتها بتعرفها على جوستافو جارهم الجديد، وبتبقى عاوزاهم يخرجوا مع بعض، بس بابي بتتحجج بانها مش فاضية وبتروح عشان تقابل هوجو وتحضر مع السباق. نيد بتتخانق مع واحدة بتحب هوجو وبتتعصب لما بتتكلم عنهم وحش، فبتمسكها بابي وبتضربها، وهوجو بيبقى فخور بيها جدا. بعد كده بيلاقي هوجو ان والد بابي مستنيه في البيت وبيطلب منه يتكلموا مع بعض، وبيكون عارف هوجو سبب المقابلة دي، فبيقول له انه بيحب بابي قوي وانه عارف انه شخص متهور لكنه بيتغير عشانها وعشان ما يسبب لهاش مشاكل. بيتفهم والدها الكلام ده وما بيعترضش على علاقتهم. تاني يوم بتكون بابي في مدرستها وبتقول لها المدرسة انها عارفة ان هي هربت من المدرسة مع الشاب اللي معاها، وكمان كلمت والدتها وعرفتها كل حاجة، فبتعاقبها والدتها وبتحبسها في البيت لحد ما بتلاقي هوجو داخلها من الشباك وبياخدها عشان يخرجوا سوا، وبيروحوا الحمام السباحة، وكاتينا بتكون هناك هي وباولو وبيبقوا مبسوطين كلهم. بعدها بيروح هوجو للمدرسة بتاعتها وبيهددها عشان ما تضايقش بابي تاني، وبيخطف الكلب بتاعها بعد ما عرف انها بتحبه جدا. ومن اليوم ده بيقربوا لبعض اكتر وبيخرجوا سوا وبيروحوا مكان جميل على البحر، وبتكون والدة بابي مسافرة الفترة دي فبتقرر تعزمه في بيتها، وبيروح هو وباولو بيقضوا وقت سعيد. وفجأة بابي بتسمع صوت دوشة وبتكتشف ان باولو كلم صحابه وجم كلهم البيت وقلبوا فوضى، فبتتعصب جدا وبتطردهم كلهم بما فيهم هوجو، وبيحاول يصالحها بعدها فبيجهز العشاء بنفسه وبيبقى مستنيها. ولما بيتصل بيها عشان اتأخرت بتقوله ان حد من صحابه سرق الخاتم بتاع والدتها لما جم البيت ومش هتعرف تخرج، فبتلومه على اللي حصل وبتقوله انه بقى بيسبب لها مشاكل كتير. بيروح هوجو لاصحابه وبيعرف الشخص اللي سرق الخاتم وبيضربه لحد ما بياخده منه، وبيروح لها البيت عشان يديهولها لكنها بترفض تفتح له الباب، بس لما بتشوفه هو متعور قلبها بيحن وبيدخله البيت عشان تعالجه. ومن اليوم ده بيقرر انه يتغير وبيوعدها انه مش هيتسبب في مشاكل تانية ليها، وبيرجع الوضع ما بينهم يستقر الفترة لحد ما بيلاقيها جايه له البيت في يوم، وبتكون عرفت انه هدد المدرسة بتاعتها وكمان خطف الكلب بتاعها، فبتقوله انه شخص مش طبيعي وحركات البلطجة دي مش اسلوب يعيش بيه، وانها استحملت منه كتير لكن لحد هنا وكفاية. وبعد فترة بتكون بابي في حفلة مع عيلتها وبيحاول جارها جوستافو يقرب منها، وبيستغل ان هوجو ما بقاش في حياتها خلاص، لكنها بتتفاجئ لما بتشوفه داخل الحفلة ولابس بدلة عشان يعرفها انه اتغير. بيقرب منها وبيرقصوا مع بعض، ولما بيشوفهم جوستافو بيقرب منهم وبيدلق عليهم العصير وبيقول انه كان غصب عنه، لكن هوجو بيضربه لانه عارف انه كان قاصد، فبتتعصب عليه بابي وبتتضايق من تصرفاته. وفي نفس الوقت بتجيلهم مكالمة وبيعرفوا ان باولو وكاتينا عملوا حادثة وهم في السباق ولازم يروحوا لهم بسرعة. اول ما بيوصلوا بيلاقوا كاتينا بخير، ولما بيسأل هوجو عن صاحبه بيعرف انه مات، فبيفقد أعصابه وبينهار من الحزن. ولما بيروح يتكلم مع بابي بتقوله إنها مش قادرة تستحمل حياتها معاه، وبتقوله من النهاردة كل واحد فينا من طريق، وبيفضلوا هما الاتنين زعلانين بسبب اللي حصل، وهوجو مش عارف يلاقيها منين ولا منين، لحد ما بتيجي كاتينا تزوره في يوم وبتعرفه إن بابي بقت مع شخص تاني. ولما بيروح لبيتها عشان يتأكد بيشوفها مع جوستافو وبيعرف إنه بقى ماضي بالنسبة لها. بيرجع لأخوه الكبير وبيكون حزين جدا وبيعيط، بيحضنوا أخوه عشان يحاول يساعده وبيعرفوا إن الحياة لسه ما انتهتش. ومن اليوم ده بيقرر إنه ينساها ويعتبرها درس عشان يتعلم منه ويغير من نفسه ويبقى شخص أفضل. وكمان حكى لأخوه إنه هيسافر للندن عشان يشتغل ويبدأ حياة جديدة. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.